هذا من جانب الفرقتين، لم يرتفع الى ما دون الوسط او اعلى من الوسط حتى الان، لا متوسط من جانب الهلال ودون الوسط من جانب فريق حي الوادي المتاخر بهدف حتى الان. هدف كاريكا الشوط الاول ومخالفه الان بتلعب داخل منطقه جزاء الهلال، محاوله راسيه خلفيه خطيره راسيه في المرمى، وجمعه جنارو يتالق وينقذ مرمى الهلال من اصابه محققه. راسيه كانت من المهاجم احمد فضل وكاد ان يباغت جمعه جنارو بهدف، لكن يقظت الاخير انقذت الشباك الهلاليه من هدف التعادل. شوف الكره اتلعبت على الارض، عملت جمب لكن